لغة الإنجليزية وهي الميزة اللي ضلت كوب وحا أي فائدة كوب على هو global communication access بلاجزة وحا لها 1.5 بليون ضد كبرة أي دوينها كوالا مركز لغة التواصل بأمريش من كوالا لها البرتا ودرين بسا وحاوية لفت أي فائدة لها هاي دينا هام بفائدة لها جراسي هام بفائدة لها نوو هام بفائدة لها مركز وغلوبال كوميونيكيشن ان انتاس اوت او كار ايربا او كار وطن او جرانس الى سيف او هي فاش قول طلبات الفائده اللي هو شنو هي النقطه الانجليزيه كارير اوبورتونيتي ولا ليس كنتي كسرايدي هذه الافكار المتقاربه او ما دام هو كوميونيتي انت عليه هو الله معنى هي هو شنو هي السيد الظل وجهتها وحا كوفل فرصه كاش كوميونيتي انت عليه هو الله ولا فهمت السؤال كان كلمة opportunity جاي منهم تيجي كلمة بيتقال الإنسان. قوم تستعمل حوالي الفائدة كلها هذه السوق هي access to information and education. يعني واحد هو الإنسان صلاحية قال هو الإنسان إلى جانب أقوم بحد المادي البلاغية. أو حوالي بنت الدنيا أقوم تبدي كلمة قرطاع لغة الإنجليزية هوية. ما فرضنا كاتيا هو فرضنا أقول تقييم الكردوات كبعضه التحية وهرية كيلسو أما عليه هو بدل الكيلسو قد يكون هو حوالي وبدل الإنجليزية. سواء كان ما كان كورا من نوع أساس تو إنفورميشن إديوكيشن كان الدنيا رسالة وده بريئة لك على قد الإنجليزية تمامي إن مجهول تيجا قوامها وبرشاد يتعامل وتهدي إلا يمكن غطوب in primary language of instruction luqada ay bidee ay wixii ku baxayaan inay tahay ingiriisi tusaale ugu dambeeyay waxa la xiyay maamulka horeeyay dugsiga baranayso waxa the major ka xislaha ugu weyn waxa ku baxaya luqada ingiriisi weeyaan marka aad u tii sadexda qodob oo lagu soo koobay goobta waxa ka jira waxa martidu badan ma tahay waxa ay tii fulin ahmiyadda luqada ee barashada leedahay كنتي فرحان بالمطيعة إذا جرب السعره بحاول يلتشره محل القلم وكنتي كأنه القلم كأيوه الجرد يوم برشلونة ده هم مشرنا هذا البامه بلينا يا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين waa guchi waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121